السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، نقدم لكم اليوم كوكيز النوتيلا، وصفة رائعة جدا. هذا النوع من الكوكيز هش جدا، يحبه الكبار والصغار. له طرق متعددة في إعداده، سأقدم لكم اليوم إحدى هذه الطرق. أرجو أن تنال الوصفة رضاكم. نبدأ. بسم الله. نجهز كوب من النوتيلا ونقوم بصنع كرات صغيرة منه ونضعها على ورق الشمع. يفضل أن تكون الكرات صغيرة، توضع في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تبرد تماما. سوف نستخدمها فيما بعد للحشوة. في وعاء نضع كوب من السكر البني الرطب، ثم كوب الزبدة المحمصة. سأترك لكم رابط وصفة تحميص الزبدة في صندوق الوصف. تمزج جيدا، وإذا لاحظتم وجود بعض التكتلات من السكر البني فلا بأس، لأنها سوف تذوب فيما بعد. نستمر في خلطها جيدا، ثم نضيف 3/4 كوب من السكر الأسمر العادي وربع كوب من السكر الأبيض. قمت بتنويع ألوان السكر حتى نحصل على طعم هش ومقرمش في نفس الوقت. نخلطها جيدا، ثم نقوم بإضافة بيضة ونخفق المكونات، وبعد أن تمتزج تماما نقوم بإضافة البيضة الثانية. نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس تماما. يمكن ملاحظة وجود بعض الكتل للسكر البني، ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة، ونستمر بالخلط. نستمر في خلط المكونات، ثم نحصل على هذا القوام السميك. بعد ذلك نقوم بتجهيز الدقيق. نضع 2 ملعقة كبيرة من النشا، ثم ملعقة من البيكنج باودر، وملعقة صغيرة من البيكنج سودا، بالإضافة إلى القليل من الملح. نخلط المكونات الجافة ونقسمها إلى نصفين. نضع الجزء الأول منها ونبدأ بخلطها مع المكونات السابقة. نضع القسم الثاني من الدقيق ونستمر بمزج المكونات. سوف يتغير قوامها ولونها لتصبح أسمك فيما بعد. تلاحظون كيف أصبح شكلها. نقوم بوضع 3/4 الكوب من حبوب الشوكولاتة ونقوم بمزجها مع العجينة حتى تتداخل فيما بينها. نعجنها باليد، لكن لا نبالغ في عجنها. نبدأ الآن بصنع الكرات. هذا شكل حبيبات النوتيلا. نصنع كرات متوسطة ونضع حبات النوتيلا التي قمنا بتبريدها سابقا، ثم نصفها في الصينية. نصنع كرة أخرى. يجب أن لا نقرب الكرات في الصينية. نجهز الفرن على حرارة 180 درجة وتخبز لمدة 10 دقائق فقط. لاحظوا كيف بدأت تذوب، وهذا شكلها النهائي بعد أن تنضج. يجب أن تبرد تماما قبل تناولها. يمكن تناولها مع الشاي أو الحليب. وأخيرا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. شكرا لكم أحبتي، وعليكم بالعافية.